جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز اشتراك أكثر من شخص واحد في كفالة يتيم واحد؟ وهل لتلك الكفالة شروط؟ لا بأس باشتراك أكثر من شخص في كفالة يتيم واحد، ما دام أن هذا اليتيم يحتاج فإنه يقام بكفالته ولو من عدة أشخاص. أما إذا كان هذا اليتيم قد استغنى بكفالة شخص واحد، فإن الذي يريد كفالة أيتام يذهب إلى آخرين ويكفلهم، ليحصل بذلك الخير ويحصل كفالة عدة أيتام. نعم.